شوف اليوم كي نحكيه بالحق حكيته في موضوع، اما ثم كلمه قالت في البلاتو مش باش نعقب على الواحد، اما انا على انتدابات نحكيه في النادي الصفاقس، نحكيه على نجاح جانب ونحكيه على انتدابات كبيره. في وقت سابق النادي الصفاقس يروح يحكي على، نحكيه على نداي عبدون، نحكيه على غوميز باب ماليك دونك الملاعبين جابوا فلوس للسي اس اس اخي برشا حسام، كي نحكيه كي نشوف الفتيل تاع تاع فوق سامحني تاع تاع جمعيه راهو للامانه مسكين جمهور النادي الصفاقسي. هي ما انيس ماهيش الفريق الكبير نعوم الخلانيين، جابت اجانب كيما تقول سكري وكيما تقول الكل ومشاو ليبر، معناها جابت اسامي وما بعتهمش سيبتهم ليبر. هذيك هذيك جيستيون تاع اداره جيستيون. اليوم انا نحب نقول في كل مره ينجح ابن النادي، انا نحكي ونعقبوا على موضوع اخر يا سيدي كاي، على المدير الرياضي اللي استقال وخرج وعمل دي ديكلاراسيون في محطه اعلاميه قال لي انا مانيش ديسيدور. كيفاش تعين انت مدير رياضي وحكينا فيه في البلاتو موش ديسيدور، هو باش يعين وياخذ ملاعبي قال لك انا ملاعبي مانيش راضي عليه. نحبوا نعرفوا زاد في النادي الصفاقسي شكون شكون يقيم وشكون يجيب لك الدابات. قال انا والاخر اللي معاه من عرف رئيس النادي راهو شعبان، قال احنا اثنين نقروا مع احترامي رئيس النادي واحترامي للناس اللي معاه، مع احترامي اليوم معناتها قاعدين مضحيين مع النادي الصفاقسي ما عندهمش شيء نتاع كوار جايه، وما نجموش يقيموا مدرب ولا يقيموا ملاعب ولا يجيبوا ملاعب حتى ما لعبوش كوره. مش عيب انك ما لعبش كوره وتنجم تفهم كوره فنيا لا 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 معاك، قلت لك معناتها مش عيب باش نجموش نقصوا قيمه كل مسؤول ما لعبش كوره، ما نجمش كل مسؤول لكن سامحني اليوم انت بعيد كل البعد، اذا انت عندك ملاعب نتاع كوره تيكارتيه وتخليه على جنب وتجيب ملاعبيه كما تحبهم انت وتجيب مدرب اللي تحب عليه انت وتنحي المدرب اللي تحب عليه انت. اليوم انيس بوجلبان خدم درجين كلاس كان جاي ترونجير وقعدوا صبروا معاه وهذا ترونجير، كريم دارهوم قعد في ظروف صعيبه وفاز بكاس تونس نحيته، وانت اليوم تحب تجيب الاجنبي بدوفيز ومن بعد ما ينجحش كما قالوا ولاد الكل عاود نحي يشكي بيك. زاد اليوم راهو فريق كيما نادي الصفاقسي فريق كبير بعيد كل البعد، سي فري الاسم كبير والتاريخ تاع نادي الصفاقسي حجم ينجم ينحيه، لكن على مستوى النتائج. فما حاجه اللي نحب ناكدها عليك زاد، راهو برشا ناس لعبت كوره ما تعرفش تصير، وبرشا ناس لعبت الكوره وما عندهاش العين الباهيه اللي تنجم. لا لا هذا واقع، هذا واقع انيس. ايش نقول ايش نقول باش ما نظلموش الناس زاد، باش اسمعني ناصر انا مانيش ضد، راه خلينا نفسر لك انا حبيت نوصل باش انا باش ما نختلفوش. لا لا عادي عادي عادي، انا ريان كو اليوم نحب نكمل الفكره نتاعك. شوف في كره القدم فما حتى حاجه ثابته بالنسبه لي انا، فما ملاعبيه ما نجموش يرانيو دي زونسيان جوار ما يعرفش يراني، وفما ملاعبيه ما يعرفش يسير ما عندوش الكاريزماتيك باش نجم يسير، كيما فما ملاعبيه ما نجموش يكونوا مسؤولين ناجحين كيما هذا. هذا الكل يقعد نسبي، ولكن زاد فما ناس ما لعبتش الكوره عندها درايه وعندها سافوار فير وتعرف تجيب الناس الباهيه معاها وتعرف باش نكملوا بعضنا. عندي وتو باش ناخذ من عندك الكلمه. شوف انا ماني ضد كل مسؤول ما لعبش كوره وذي هذيا ماهوش حكر مورينيو ما لعبش كوره واحسن المدربين، مش هذا الفكر نتاعي ولا انه المنهج نتاعي، لكن انت اليوم كتقول انت مسير ما لعبش يكون ناجح، لازم يكون ناجح النصر لحد هذه الساعه. الناس اللي تحكي عليهم ماهمش ناجحين. شكون هو؟ مسير حكيت عليهم انت، قلت لك انا نحكي على درس فيقسي، قلت اليوم مدير رياضي خرج في وقت اصحاب القرارات قال لي انا مانيش صاحب قرار، قال فلان وفلان، زاد قال حسام انه رئيس النادي والناس اللي معاه جاوبتني انت. فما حاجه لا خليني نكمل لك عاد، جاوبتني انت بالحرف الواحد. يكمل فكرته ونطلع فاصل وبعد نرجع نحكي. جاوبتني انت بالحرف الواحد قلت لي ليه وراه نجم يكون، ليه انا نجم يكون ملعبش كوره، اما وريني نجم نقصد راني على هيثم.